يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطيب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة، لملها الناس من عجم ومن عربي. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب.